علاش هذا المستشفى الميداني اللي تبرع به الجيش الامريكي للشعب الجزائري بزاف مهم. راح يبان لي خيمة، تابعوني خلينا نشوفوا واش حكايته. فريق الخبراء اللي جاء من أمريكا باش يدرب النذير هو الجزائري حول كيفية إنشاء هذا المستشفى الميداني قال لي باللي راني غلط 100%. هذا ماشي خيمة، هذا المستشفى الميداني عنده تكنولوجيا رفيعة المستوى ومزايا كبيرة مقارنة بالمستشفى العادي. أولاً إنه جد معقم ويحترم المعايير الصحية لكبح انتشار كوفيد-19 أو أي مرض معدي. لا تحتوي المستشفيات العادية على نظام عزل ضغط الهواء إلا في غرفة العمليات لضمان نظافة الهواء، لكن هذا المستشفى الميداني قاع في نظام عزل ضغط الهواء، وإذا صار مشكل في ضغط الهواء سينطلق جرس الإنذار. ثانياً، هذا المستشفى الميداني جد متطور وسهل التنقل بحيث يوفر المرونة لنظام الرعاية الصحية. دوكا راح متواجد في بليدة التي تعتبر أول بؤرة كوفيد في الجزائر خلال شهر أفريل 2020. لنفترض أنه كان تصاعد خطير في عدد الحالات بعيد الشر، والإمكانيات ولت بزاف ضعيفة للتصدي ضد الوباء على المستوى المحلي. وزارة الصحة تقدر تدي هذا المستشفى الميداني وتحطه في تندوف ولا تيزي أوزو ولا تمن راست ولا أي ولاية أخرى خلال بضعة أيام فقط. وثاني، يحتوي المستشفى الميداني على المياه الجارية ومولدات الكهرباء الخاصة به. وطبعا هذا المستشفى الميداني رح يبقى تحت وصاية السلطات الجزائرية حتى بعد انتهاء الوباء إن شاء الله، ويوفر لها المزيد من القدرة باش تقدر تتعامل مع أزمات صحية مستقبلية وخصوصا في المناطق النائية. إن مساعدة الجيش الأمريكي بتقديم هذا المستشفى الميداني للشعب الجزائري جد مهمة، حيث يمكن لهذا المستشفى الميداني وآخر سيصل خلال الأشهر القليلة القادمة المساهمة في إنقاذ أرواح المواطنين إن شاء الله.